ابنية طلبت الصف الأول الإعدادي مع درس من دروس التاريخ، درس دولة البطالمة أو مصر تحت حكم البطالمة. الأول نستعرض كده العناصر اللي هنتكلم عليها في الدرس. دولة البطالمة بتنقسم الدرس ده إلى جزئين. الجزء الأولاني بيتكلم على المراحل اللي مرت بها دولة البطالمة في مصر، وهم مرحلتين، مرحلة القوة والازدهار، والمرحلة الثانية مرحلة الضعف ثم الانهيار. أما الجزء الثاني من الدرس بيتكلم على الحضارة في مصر طبعا أثناء حكم البطالمة. منها هنتكلم على الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، وهنتكلم على الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية والحياة الدينية، وأخيرا العمارة. يعني مجموعة عناصر طبعا هنتكلم عليها. ده خريطة توزيع العناصر بتاعت الدرس، وهنتكلم على كل عنصر منهم بالتفصيل إن شاء الله. أولا، إزاي نشأت دولة البطالمة؟ دولة البطالمة نشأت عندما توفى الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ما كانش عنده وريث يورث الإمبراطورية بتاعته، فقسمت دولته بين قواده، فكانت مصر من نصيب قائد من قواد الإسكندر هو بطلميوس الأول. يبقى هنا نشأت دولة البطالمة بعد وفاة الإسكندر الأكبر، لم يكن له وريث، ما كانش عنده وريث يورث الإمبراطورية. فاللي حصل إن اتقسمت الدولة، دولة البطالمة، بين قادة الإسكندر، فكانت مصر من نصيب قائد يسمى بطلميوس الأول، وده كان أخلص قواد الإسكندر الأكبر، ودوت اللي لقب طبعا أخدته في الابتدائي باسم المنقذ. طيب تعالى نشوف كده مع بعض بقى بطلميوس الأول عمل إيه في مصر. دولة البطالمة استمرت قرابة 300 سنة، هو تحديدا طبعا 293 سنة، من سنة 323 قبل الميلاد، السنة اللي مات فيها الإسكندر، 323 قبل الميلاد، حتى سنة 30 قبل الميلاد. يعني 293 سنة، قرابة 3 قرون أو بنقول 300 سنة. دولة البطالمة مرت بمرحلتين. أول مرحلة اسمها مرحلة القوة والازدهار، زي ما وضحناها على اللوحة دلوقتي. ودي كانت طبعًا من أول بطلميوس الأول لحد بطلميوس الثالث، يعني بطلميوس الأول لحد بطلميوس الثالث، دي مرحلة تسمى مرحلة القوة والازدهار، المرحلة الأولى. طبعا كانت قوة ازدهار في جميع المجالات، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جميع المجالات. أما المرحلة الثانية تسمى مرحلة الضعف ثم الانهيار، ودي من بطلميوس الرابع حتى ملكة تسمى الملكة كليوباترا السابعة، آخر ملوك البطالمة في مصر. من بطلميوس الرابع حتى الملكة كليوباترا السابعة، دي مرحلة الضعف والانهيار للبطالمة. طب ليه؟ إيه السبب؟ بما تفسر ليه انهارت دولة البطالمة في مصر؟ إيه سبب الضعف والانهيار؟ ثلاث أسباب مهمين قوي. أول حاجة ضعف الملوك وتنازعهم على الحكم. ضعف الملوك وتنازعهم على الحكم. رقم اتنين، زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة. المصريين كانوا بيعملوا ثورات ضد البطالمة، وده بسبب الظلم والاضطهاد اللي كان بيمارسه البطالمة في مصر. رقم تلاتة، زيادة تدخل نفوذ روما في شؤون مصر. روما طبعا بدأت دولة تظهر في البحر المتوسط، دولة قوية جدا، تمام، اللي هي مكانها ايطاليا حاليا. روما بدات نفوذها تزداد بشكل كبير جدا، لدرجه انها تدخلت في مصر تدخل كبير جدا، وانهت على البطالمه في مصر في موقعه تسمى معركه اكتيوم البحريه، زي ما هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. وهنعرف طبعا ازاي انتهت دوله البطالمه في مصر، واصبحت مصر ولايه رومانيه من عام 30 قبل الميلاد. دي كده الجزء الاولاني من الدرس، اللي هي المراحل اللي مرت بيها دوله البطالمه. يبقى مرحلتين، مرحله القوه والازدهار ثم مرحلة الضعف والانهيار. مرحلة القوة والازدهار تاني من بطلميوس الأول لبطلميوس الثالث، مرحلة الضعف والانهيار من بطلميوس الرابع حتى الملكة كليوباترا السابعة. الجزء التاني من الدرس بيتكلم على الحضارة أو حضارة البطالمة في مصر. البطالمة قسموا أو أسسوا حضارة في مصر تسمى الحضارة الهيلينستية. الحضارة الهيلينستية، يعني إيه الحضارة الهيلينستية؟ هي مزيج بين الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية، يعني جمعوا بين الحضارتين المصرية والإغريقية، عملوا ما بينهم مزيج، ميكس كده، تسمى الحضارة الهيلينستية. الحضارة الهيلينستية طبعا كانت اسكندرية هي مركز نشر هذه الحضارة، والحضارة ديت كان ليها جوانب كثيرة جدا. هنتكلم أول حاجة على الحياة السياسية. إزاي البطالمة حكموا مصر سياسيا؟ بالنسبة لنظام الحكم والإدارة، البطالمة أو ملك البطالمة حكم مصر عن طريق ما يسمى الحكم المطلق، وده بيساوي بالظبط حكم الفرعون في مصر، يعني يعتبر نفسه فرعون إله.
وكان بيعتبر نفسه سيد مصر وسيد رعيته، وعلى الرعية السمع والطاعة. يعني البطالمة اعتبروا نفسهم زي الفراعنة بالظبط وآلهة، واجب لهم التقديس، صفة التقديس. حكموا مصر حكم مطلق، وحرموا المصريين من تولي المناصب العليا، يعني كانت الإغريق هم المسيطرين على كل المناصب الهامة في مصر. أما بالنسبة للإدارة، قسموا مصر نفس التقسيم الفرعوني إلى 42 إقليم. 42 إقليم نفس التقسيم الفرعوني، وكل إقليم مقسم إلى مراكز، ومراكز إلى قرى، والقرى كانت تسمى كلمة كوم. فكانت في مصر طبعًا عندنا التقسيم الإداري كان زي الفراعنة بالظبط. من 42 إقليم لمراكز لقرى، وكانت القرية تسمى كوم. ده كان طبعا بالنسبة للإدارة. بالنسبة للغة الرسمية اللي استخدمت في مصر كانت اللغة اليونانية. البطالمة استخدموا في مصر اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلد، كلغة رسمية للبلد هي اللغة اليونانية. ده بالنسبة للحياة السياسية اللي كان بيمارسها البطالمة في مصر. ثانيا، من الحياة الاجتماعية بقى، البطالمة أظهروا أمامنا بأنهم حكام وطنيين أو حكام بيحبوا مصر جدا، لكن في داخلهم كانوا بيحبوا دولتهم، دولة اليونان، دولة الإغريق، تمام، أكتر من دولتنا. طب ما الدليل على ذلك؟ ليه البطالمة أظهروا أمامنا كده وكان في داخلهم حبهم؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل إن هما لما جم أنشأوا مدن في مصر سموها بأسماء إغريقية، زي مدينة تسمى مدينة نقراطيس في محافظة البحيرة حاليا، وغيرها طبعا من المدن اتسمت بأسامي إغريقية. ده غير إن هما شجعوا على هجرة الإغريق إلى مصر بأعداد كبيرة جدا، يعني شجعوا على هجرة الإغريق إن هم يجوا مصر وتولوا المناصب الهامة، وطبعا استخدموا اللغة اليونانية لغة رسمية، ده دليل على ذلك، بالإضافة كمان إلى إن هم أنشأوا مدن تحمل أسماء إغريقية. مش كده وبس، كمان ده دولة البطالمة أنشأوا في مصر معاهد الجيمانيزيوم والمسارح لنشر الحضارة الإغريقية في مصر. على فكرة، معاهد الجيمانيزيوم دي معاهد لها صفة ثقافية وتربوية واجتماعية ورياضية، ولكن طبعا هي الهدف منها نشر الثقافة الإغريقية في مصر. يبقى أنشأوا المسارح ومعاهد الجيمانيزيوم لنشر الحضارة الإغريقية في مصر. ده بالنسبة إلى جوانبهم الاجتماعية. يبقى أظهروا أمامنا إن هم حكام وطنيين، لكن في داخلهم كانوا بيحبوا بلاد الإغريق أكثر من مصر. بالنسبة للحياة الاقتصادية، بطليموس الأول كان هدفه إن هو يعمل دولة قوية جدا سياسيا واقتصاديا تؤثر على كل العالم المحيط بيها. فعمل إيه الراجل دوت؟ أول طبعا مجال اهتم بيه الزراعة. الزراعة البطالمة اهتموا بشؤون الري اللي كانت موجودة في مصر، أصلحوا شؤون الري، يعني قاموا بشق الترع والقنوات، أقاموا الجسور، اهتموا طبعا بشؤون الزراعة، فأدخلوا أدوات جديدة زراعية ما كانتش موجودة في مصر، دي استفدنا منها طبعا بعد كده، اللي هي الساقية. الساقية دي عبارة عن آلة كده الهدف منها رفع المية، تمام، من مستوى منخفض إلى مستوى مرتفع. يعني الهدف من الساقية هو إن هي عبارة عن حاجة كده دائرية بتلف بترفع المية إلى مكان مرتفع. احنا كان عندنا في مصر قبل حضارة الفراعنة زي ما خدنا الشالوف، لكن هم أدخلوا أدوات جديدة مثل الساقية. كمان أدخلوا محاصيل ما كانتش بتزرع في مصر، منها التفاح والزيتون والرمان. يعني استفدنا منهم برضو ان هم دخلوا لنا محاصيل ما كانتش موجوده في مصر زي التفاح والزيتون والرمان، ده بيرجع لهم الفضل في ذلك. ايضا كمان البطالمه اهتمت باستيراد سلالات جديده من الثروه الحيوانيه، يعني اهتموا كمان بالثروه الحيوانيه وتربيتها في مصر. ده بالنسبه للزراعه او الجانب الخاص بالزراعه. بالنسبه ثانيا، الصناعه. ملك البطالمه او البطالمه اعتبروا نفسهم هم الصناعه الوحيدين في مصر، يعني الصانع الوحيد، الصانع الاوحد في مصر هو ملك البطالمه. لان البطالمه طبقوا في مصر نظام الاحتكار في الصناعه، ان هم سيطروا على كل الصناعات. لم يسمحوا للمصريين بس بممارسه غير صناعات المنسوجات الصوفيه من الصوف. لكن المنسوجات من الكتان، صناعات مثلا الورق، الزجاج، صناعات العطور، صناعات الحلي، صناعات المختلفه الاخرى، كل الصناعات كانت في ايد طبعا دولة البطالمة. لم يسمح للمصريين بممارسة الا الصناعات من المنسوجات الصوفية، لكن ظهرت الصناعة في مصر بشكل كبير في وقت دولة البطالمة. البطالمة كمان اهتموا بالتجارة. وكانت عندهم طبعا حاجتين مهمين جدا عملوهم في التجارة، هي الاهتمام بالتجارة الخارجية وفرض ما يعرف باسم رسوم على التجارة اللي جاية من الخارج. هي مسميها الجمرك، يعني ان هم حطوا رسوم على التجارة القادمة من الخارج. وكمان قاموا بفرض الرقابة على الأسواق الداخلية، اللي هي متابعة مثلا حركة السوق الداخلية والأسعار والتعاملات الداخلية، كانوا بيراقبوها مراقبة شديدة جدا. يعني
ده غير كمان ان هم استخدموا في مصر العملات المعدنيه سواء الذهبيه والفضيه، ما كانش عندنا عملات، كانت مصر بتستخدم نظام المقايضه زي ما خدنا وعرفنا، لكن هم ادخلوا العملات العمله المعدنيه سواء الذهبيه او الفضيه. يبقى اهتموا بالزراعه، اهتموا بالصناعه، اهتموا ايضا كمان بالتجاره واستخدموا العملات المعدنيه سواء الذهبيه او الفضيه. ده بالنسبه الى حياتهم الاقتصاديه، لان هم كانوا عايزين دوله قويه سياسيا واقتصاديا تؤثر على العالم المحيط بها. بالنسبه للحياه الثقافيه، اتبعوا نهج طبعا هو التقدم في الثقافه وتوجيه ذلك لمصالحهم او لصالحهم. فعملوا في مصر حاجه او في اسكندريه تحديدا حاجتين مهمين قوي، جامعه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه. وده لنشر طبعا العلم والمعرفه. الجامعه معنى كلمه الجامعه، جامعه الاسكندريه هي دار للعلم تدرس فيه جميع العلوم المختلفه. كان عندنا في جامعه الاسكندريه الفلك، كان عندنا الجغرافيا، كان عندنا الطب والجراحه، كان عندنا فروع كتير جدا للعلم. وكانت علمائها توصلوا لحقائق مهمه جدا، منها تقدير محيط الكره الارضيه، وايضا كمان دوران الارض حول الشمس، يعني اثبتوا طبعا بنظرياتهم دوران الارض حول الشمس وتقدير محيط الكره الارضيه. من اشهر العلماء اللي نبهوا في علم او في العلوم المختلفه داخل جامعه الاسكندريه اقليدس، وده طبعا كان مشهور جدا بعلم الهندسه، وضع اصول علم الهندسه، ارشميدس، وده كان صاحب قانون الطفو، وده طبعا في الطبيعه او في الفيزياء طبعا مرتبطه بالكثافه والاجزاء اللي بتطفو على سطح الميه والكلام ده كله. كان ارشميدس بارع جدا طبعا في مجال الطبيعه. مانيتون ده مؤرخ مصري، هو اللي قسم التاريخ الفرعوني الى 30 اسره اللي احنا خدناه في الترم الاولاني، اللي هو وضح لنا مثلا، قال لنا ان العصر العتيق من الاسره الاولى والثانيه، عصر الدوله القديمه من الاسره الثالثه للاسره السادسه، عصر الاضمحلال الاول او الضعف الاول مثلا من الاسره السابعه للعاشره، وهكذا. التقسيمات اللي احنا خدناها في الترم الاولاني اللي قسمها 30 اسره بهذا الشكل هو مانيتون المؤرخ المصري اللي كان من اشهر علماء جامعه الاسكندريه. اما ايضا كمان من العلوم او من ضمن الانجازات اللي قام بيها البطالمه في مصر انشاء مكتبه الاسكندريه. مكتبه الاسكندريه هي مكتبة وتعتبر أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ، ده سبب شهرتها، إنها أول وأكبر مكتبة حكومية عامة في التاريخ. المكتبة دي كانت تحتوي طبعًا على الآلاف من النسخ الأصلية من الكتب، ويمكن اللي أنشأها بطلميوس الأول، كان هدفه طبعًا إن هو يجمع كثير من الكتب من اللغات المختلفة والحضارات الأخرى داخل مكتبة الإسكندرية. كان في كتب خاصة بالحضارة الفينيقية وحضارة اليونان والحضارة الهندية وغيرها طبعا، واستفدنا من كل هذه الكتب حتى سنة 48 قبل الميلاد، عندما تم تدمير مكتبة الإسكندرية بسبب أسطول روما. لكن طبعا مكتبة الإسكندرية حاليا اللي تم إحيائها طبعا بعد ذلك في العصر الحديث تعتبر منارة للعلم ومزار طبعا مهم جدا لكثير من العلماء في الوقت الحاضر. لكن طبعا كانت المكتبة اللي أسست في عهد بطلميوس الأول هي أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ. ده بالنسبة طبعًا إلى جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية اللي احتوت طبعًا على الكثير من الكتب الأصلية في جميع العلوم المختلفة. أما بالنسبة للحياة الدينية في عهد البطالمة، هم اهتموا جدًا بالحياة الدينية، والدليل على ذلك إن هم أضافوا صفة التقديس إلى ملوكهم، يعني أصبح الملك المقدس اللي هو بيعتبروه إله على الأرض واجب له التقديس والطاعة من الشعب، وعلى الشعب طبعا السمع والطاعة. أيضا كمان احترموا الديانة المصرية، وطبعا من الحاجات المهمة إن هم أنشأوا كثير من المعابد خاصة لعبادة المعبودات المصرية. يعني هم اهتموا بإنشاء معابد في مصر لعبادة المعبودات المصرية، ده بيدل على اهتمامهم بالديانة المصرية لأنهم اعتبروها ديانة رسمية للبلاد. من أشهر المعابد دي معبد فيلة اللي تم إنشاؤه لعبادة الإلهة إيزيس، ومعبد إدفو في أسوان لعبادة الإله حورس، يبقى حورس في إدفو تمام، وأيضا فيلة لعبادة الإلهة إيزيس. عملوا بقى حاجة جديدة خالص، جمعوا بين الديانة المصرية وبين الديانة الإغريقية في عبادة جديدة تسمى عبادة سرابيس. سرابيس دي معناها مزيج ما بين الديانتين المصرية والإغريقية. ولما جمعوا بينهم عملوا معبد خاص بهذه العبادة هنا في الإسكندرية اسمه معبد السرابيوم. معبد السرابيوم ده خاص بعبادة السرابيس اللي هي مزيج ما بين الديانتين، الديانة المصرية والديانة
الإغريقية. ده بالنسبة لحياتهم الدينية، يبقى أضافوا صفة التقديس لملوكهم، اعتبروا الديانة المصرية ديانة رسمية، احترموا الديانة المصرية جدا فعبدوا المعبودات المصرية زي إيزيس في معبد فيلة وزي حورس في معبد إدفو. أما بالنسبة للعمارة، البطالمة بنوا طبعا مباني معمارية كثيرة، من أشهرها منارة الأسكندرية. المنارة دي عبارة عن بناء حجري ارتفاعه حوالي 120 متر، مكون من 3 طوابق، 3 أدوار كده بارتفاع 120 متر. بدأ بناؤه بطلميوس الأول وانتهى من بنائها بطلميوس الثالث. يعني بدأها بطلميوس الأول وانتهى بطلميوس الثالث من بنائها. وكانت المنارة الهدف منها هو إرشاد السفن ليلا في البحر. يعني أكن فيها مثلا شعلة في الأعلى خالص، الشعلة دي الهدف منها هي إرشاد السفن في البحر. تعرفين طبعا الموانئ زمان السفينة بتبقى جاية بسرعتها لازم تشوف ضوء أو حاجة معينة عشان تبتدي تخش الميناء طبعا بهدوء وتقلل من سرعتها. فكانت الهدف من هذه المنارة هو إرشاد السفن ليلا، واعتبروها من عجائب الدنيا السبع القديمة. منارة الإسكندرية اعتبروها من عجائب الدنيا السبع القديمة. إيه السبب؟ بسبب طبعا ارتفاعها الشاهق أو المرتفع جدا اللي هو وصل ل 120 متر. ده بالنسبة لأهم المباني المعمارية اللي بناها البطالمة. أتمنى تكون استمتعنا بالدرس، وإن شاء الله للقاء قريب مع درس جديد للصف الأول الإعدادي.